10 مرحلة مضت، اليوم المرحلة 13 والأخيرة من هذه المنافسات، منافسات دوري المحترفين لمرحلة الذهب. إذن جمهور الجيش حاضر بكثافة اليوم، وجمهور الوحدة دائما حضوره يؤدي إلى عطاء أفضل بالنسبة للفريق، لكن تعثر الفريق في المباراة السابقة التي جمعت مع فريق يوم الأحد الماضي، وانتهت لفائدة كرم بهدفين مقابل ربما محمد البشو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. على لائحة الدولية، ومؤخرا تم اختياره ضمن نخبة حكام آسيا. ضربة البداية ستكون مع فريق وحدة بلباسه البرتقالي كالعادة، وفريق الجيش بلباسه الأحمر أيضا كالعادة، والوحدة سيهاجم من يمين الشاشة إلى أقصى يسار الشاشة، والعكس صحيح بالنسبة لفريق الجيش. والدولي صوان عثمان بانتظار صافرة البداية. إذن بداية المباراة، كابتن الفريق ماهر السيد، كرة تبقى في العرض المنطقة الدفاعية عند ينال أباظة، ينال بيلعبها أمامية، تحول لفائدة فريق الجيش عبر ياسر عكرة بطريقة الخطأ مرة ثانية، بتتحول لفريق الوحدة. هنا السيراليوني مصطفى باسافا، وهنا ينال أباظة مجددا، ماهر السيد تمريرة لياسر شوشرة، ياسر بيفتح ناحية اليمين عند مصطفى باسافا، أمامية من مصطفى باتجاه دفاعات الجيش لكن أقرب إلى الحارس كاوا حسو. كابتن عماد خان كان مدرب فريق الجيش قبل المباراة تأسف على ضياع النقاط في المباريات السابقة، آخر مباراة كانت لفريق الجيش واللي خرج فيها بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق في ملعب إدلب البلدي أمام مستضيفه فريق أمية، وقبلها على المباريات التي تطول زيادة عن اللزوم لا تحقق المطلوب بل تنتقل لفريق النواعر ومن ثم تشكل خطورة على دفاعات الوحدة، وهذه واحدة من الكرات، لكن ما شاء الله طول مصطفى باسافا دائما حاضر هذا الموسم تحت قيادة الكابتن نزار محرو، إعادة سمعة الكرة الوحدوية ولبناء فريق يعيد الأمجاد السريعة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى النواعر. هنا الانطلاقة بالنسبة لحمد المصري، لكن مصطفى باسافا هذا اللاعب السيراليوني المحترف في فريق الوحدة ينجح بحماية الكرة وينجح في الحصول على خطأ. حسن بيلف حول نفسه بعيدة للخلف للمدافع السيراليوني باسافا، باسافا بيلعب الكرة طويلة إلى آراز، ولكن الحق يشير إلى تسلل على آراز. من جديد يبدأ الطليعة في 7 دقائق طلعوية مع بداية الشوط الثاني، مضر كرة طويلة، باسافا، حسن مصطفى برأسه حلوة إلى آراز، آراز يحاول لكن بيخطف الكرة منه زين وبيلعبها إلى منتصف الملعب وبيبعدها باسافا الجالوني إلى رمي التماس مصلحة الطليعة. مطلعة الأكثر خطورة في الشوط الثاني بيلعبها حلوة كثير زياد شعبه إلى يامن عبود في الجهة اليمنى، يامن يامن بعيدة إلى يونس سليمان، يونس سليمان إلى داخل المنطقة لكن باسافا يبعد الكرة تعود مرة ثانية خطرة هذه الكرة والسيطرة عليها في منطقة الوسط، تمريرة إلى أير مقطوعة من باسافا وعمر خليل،
عمر خليل مقطوع الكره من امامه بتعود الى احمد عمير. احمد عمير نفسه يبحث عن زميل بمرره قصيره مقطوعه من باسافا لكن تعود الى يونس سليمان. يونس حلوه هذه التمريره خطره داخل المنطقه وخطره ومقطوعه هذه الكرة خسر مباراتين ربما طالع بدايته في الدوري لم يكن موفقا، خسر في الاسبوع الاول امام أمية 0 مقابل هدف، وبعد مرحلة والثالثة وهذه كرة مسددة كانت من جانب فريق المجد ولكن تصطدم بالدفاع وهنا اصابة على الارض. سلامات لكل اللاعبين والاخلاق الرياضية ابعاد هذه الكرة والحكم محسن بسمة. اللاعب السيراليوني مصطفى بسفا صاحب 28 عام. سلامات لكل اللاعبين الذي يحمل رقم 15. إذن كنت أتحدث عن إنجازات فريق الوحدة أو مبارياته هذا الموسم، فاز في 4 مباريات على الطليعة بهدفين دون رد وعلى جبلة بهدف دون رد وعلى الوثبة بثلاثة نظيفة وأيضا على النواعير بهدف دون رد، وخسر أمام المباراة مفتوحة في احتمالاتها حتى الآن. ستشهد بكل تأكيد الشوط الثاني تغيرا في مراكز اللاعبين وربما تشهد تغيرا في طريقة اللعب. الفريقان الآن يلعبان بطريقة 3-5-2، ربما هذا الشكل الفني في الشوط الثاني ربما سيختلف وخاصة من جانب فريق المجد الذي سيعزز بالشكل الهجومي ربما تنبأ بها في اللحظات الأخيرة وينقذ مرماه من محاولة هجوم من جانب البرتقالي الوحدة. سامر عوض منه أن يقدم أداء كما كان يقدم المواسم السابقة ولكن حتى الآن لم يقدم ما هو معروف عن اسمه هذا اللاعب عارف الأغا. وهنا خبني إلى الجانب الآخر إلى سامر عوض. سامر هل يدخل بكرة؟ هل يتوغل المجد بكرة؟ هل يجد حلا لفك رموز يعني شفرة دفاع فريق الوحدة؟ حتى الآن الدفاع متماسك وربما هذا الشكل الذي يركز عليه دائما الكابتن نزار محروس.